موضوع خاص فيني أرجو الاتصال على الهواء وتحت الهواء. صدق أبو راشد في كل كلمة قالها وخاصة عن بنت الإمارة بنت زايد وإحنا عيال زايد. والله يحفظ الدرة والروح والروح الإمارات ويحفظ كل شيوخها ويحفظ كل أهلها إن شاء الله والشيخ من شاخة معانيه وكل شخص وعقليته يا أبو يوسف. هذا تعقيبا على كلام أبو راشد طبعا أول مكالمة كانت عندنا الأخ أبو راشد اللي كان معصب جزاه الله خير. أتمنى هدت أعصابي يعني الحين. زين نقول له شو سالفة اللي هي مكرمة سيدي صاحب سمو رئيس الدولة بخصوص المواد الغذائية في رأس الخيمة؟ هاي الرسالة اللي جتنا. فهل في يعني مثل ما وصلتني الرسالة ان زايدين السلع اسعار السلع ولا لا؟ نبغى نتأكد من هالمعلومة الله يخليكم. اذا في حد ممكن يفيدنا جزاه الله خير. لا 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 المدارس ألو. مستلمة نعم الو الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ربنا يطول في عمركم يا رب العالمين. في عمرك ان شاء الله. الله يخليك. معكم محمد دار ابو راشد. نعم يا اختي. معي ابو راشد. لا لا ابو راشد اجازة باكر بيكون موجود ان شاء الله. كلكم واحد ربنا يطول في عمرك ان شاء الله يا رب العالمين. الله يخليك يا اختي. معكم محمد انا. تفضلي يا محمد. الله يخليك. زوجي من دون شغل له 4 أشهر من دون شغل والكهرباء جاتني اولادي في المدارس. ليش بدون شغل يا اختي؟ عمركم ان شاء الله يا رب العالمين. حياك الله يا ام محمد ان شاء الله اذا في حد بيساعدك بنتواصل وياك. زين عطني اللي بعده. الو مرحبا. الو المدارس انشئت الدولة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقدر اكلم ابو يوسف؟ تفضلي يا اختي. اخوي انا عراقية مقيمة داخل الدولة. نعم. وانا عندي مشكلة واريد من خلال قناتكم اللي يقدر يساعدني بيها يعني اكون طول عمري انا واولادي مدينة اليه. تفضلي يا اختي. انا اختي وياك اطياف ام محمد. اطياف ام محمد. شو موضوع الشطيات؟ نعم انا عندي اقامه قلت لك صار لي تقريبا انا جيت صار حوالي بالسنه ونص سنتين. اول كنت مقيمه ورجعت بعد السقوط العراق. صار عندنا حادث بالعراق بيتنا متفجر وصار عندي حروق كل شيء يعني صحتي تخربطت. رجعت هنا للامارات بين ما عالجت نفسي وسويت لي اقامه وحصلت لي شغله صغيره ريت هسه اسوي كفاله لاولادي. اولادي الان ما داموا مدرسه نهائيا ما دخلوا مدارس. عندي ولد وثلاث بنات وصغار وانا منفصلة عن زوجي والحين جاي اسوي لهم بدون اقامه. يا اختي ما حد بيسوي لك شيء لا جمعيات خيريه ولا نحن ولا اي حد. اكون واضح وصريح وياك انتهى الموضوع. والله يخليكم يا اخوان. هاي بعد حق اي حد ما عنده اقامه رجاء لا يتواصل ويانا يعني. مدام انه مخالف لقوانين الدوله كيف نحن ممكن نسوي له شيء؟ العكس اللي يسمع مكالمته ممكن يبلغون عليه. اخ محمد الكعبي ابو مروان جزاك الله خير على رسالتك. ساعات الانسان يوم ينضغط ترى يقول كلام مو بعني انا ما اتكلم عني لكن اتكلم عن بصفه عامه. ينضغط يقول كلام ترى ممكن ما يكون في وعيه او غيره. بعدين الانسان يمثل نفسه يا طويل العمر كل واحد باسلوبه وطريقته يا ابو مروان. انت فاهم قصدي ابو مروان جزاك الله خير يا ابو مروان. لا توهقنا الله يرحم والديك. تحياتي لك يا ابو مروان. انت شفت الاسلوب وشفت الطريقه وشفت الكلام وشفت الجمل قصدي سمعت كل شيء. انا شخصيتي بصريه فدائما اقول شفت فسمعت ومن حقك تحكم مثل ما انت تحكم غيرك يحكم بعد. فلذلك الانسان باخلاقه ابن الرازي اظني الله يرحمه ويغفر له ابن الرازي او الخوارزمي والله ما يخطرني. المهم يقول الأخلاق واحد يعني تحطيه رقم واحد. الأخلاق تعطيه واحد والجمال تعطيه صفر. حذال الواحد يستوون كم؟ 10. الأخلاق واحد والجمال تعطيه صفر يستوي 10 والمال تعطيه صفر يستوي 100 والحسب والنسب
تعطيه صفر يستوي ألف. زين؟ الأخلاق تعطيه رقم واحد تكتب واحد، والجمال تعطيه صفر يستوي عشرة، والمال تعطيه صفر يستوي أمية، والحسب والنسب تعطيه صفر يستوي ألف. فالإنسان اللي يملك كل هذا يكون ألف، ولكن إذا شليت الأخلاق اللي هو شليت الواحد رقم واحد شتم عندك فقط أصفار. معاي أبو مروان؟ وضحت الصورة؟ فلذلك إذا أنت عندك مال وجمال وحسب ونسب وما عندك أخلاق أنت صفر. بالأخلاق أنت تستوي شيء، هاي كلها تكون لها قيمة، وبدون الأخلاق هاي كلها ما تكون لها قيمة. أتمنى رسالتي تكون واضحة لك يا أبو مروان. هل اللي متصل يشتكي على البلدية لأنه يقول باكستان ليش مو بتارسين عين؟ لا يا أخي ما قال كذا، يا جماعة الخير لا تأخذون الكلام بهالطريقة، ما فيها شيء يعني بهالحزازيات. خلق الله خلوهم يترزقون. ردة السالفة على اللي يغسلون السيارات هذا قطع ارزاق اخوكم او اخوك بشيخة. ترى هذه بس نحن، وبعدين يا جماعة الخير شوية يعني شوية حكمة، شوية التماس العذر، شوية منطق. الأخ شو اسمه محمد مراد، كان محمد مراد ما كان يتكلم عن العمال، كان يتكلم عن المخلفات اللي يتركونها مال تنظيف السيارات. يعني يون ينظفون السيارات وهذا وعزكم الله يتركون الوصاخة، يتركون الأشياء اللي طبعا في سيارة يمكن تكون فيها قراطيس، تكون فيها محارم، تكون فيها أكواب شاهي أو غيره أو هذا. فالعمال شو يسوون؟ هاي ينفضون السيارة، ينفضون الوصاخة يكرمته هناك عند السيارة ويخلون الأشياء هذه، فيزيدون الطين بلة، فيخلون المشاكل هاي الوصاخة هذه هناك وهم يطفون السيارة. فهذا كان قصده، ما كان احتجاج على العمال. العمال هذيلا موجودين في كل مكان ومرخصين وموجودين بطريقة قانونية وإقامتهم شرعية ومحصلين رخصة طبعا من الدائرة الاقتصادية. فالموضوع مش موضوع عمال، العمال هذيلا يطفون متواجدين في أماكن مختلفة. فهو مش قصدي يا أخي إنه يقطع رزق حد ولا شيء. ملك بالطيب كل قلوب شعبه، بحب خير واسلوب حضاري، حمل شعبه على كتفه الى ان تباكوا له باطراف الصحاري، سقى الله ضحكتك يا ابو خليفه، فلا زلت اعذب الاحباب طاري. الله اكبر، جزاك الله خير. اللي رقمك 6655 بقراها مره ثانيه عيبتني الصراحه. يقول ملك بالطيب كل قلوب شعبه، بحب خير واسلوب حضاري، حمل شعبه على كتفه إلى أن تباكوا له بأطراف الصحاري، سقى الله ضحكتك يا أبو خليفة، فلا زلت أعذب الأحباب طاري. الله يرحمك ويغفر لك يا أبو خليفة. علي إبراهيم البقيش يقول صلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. صح لسانك الشاعر، قصيدة على الجرح تجرح وتبري في نفس الوقت. اي قصيده منو ما ادري والله اي قصيده تقصد. قصيده اللي حطاها علي وصلت يا ثلاث تسعات. رساله السلام عليكم، رساله شكر، احب اشكر بلدية عجمان على جهودهم والعمل الطيب خاصه الشوارع، بالتحديد الشارع اللي وانت جاي من الشارجه اللي في عجمان تعدي امام المحطه الكبرى والجسر، شغل ممتاز وراحه في السواقه. خالد، جزاك الله خير يا خالد، جزاك الله خير. الله يعطيك الصحة والعافية ويقويك. أخوك أحمد الفلاسي، تحياتي لك يا أبو شهاب، جزاك الله خير، مشكور على التواصل يا طويل العمر. في أي مستشفى والدة؟ إن شاء الله بنتواصل وياك. في أي مستشفى علي تعرف؟ موضوع الأخت هذه اللي محولت اللي محولة لك، مستشفى الإيراني، مستشفى الإيراني يا طويل العمر. هذا الرقم دائما يتردد علينا، واحد من أهل الخير يزاه الله خير في ميزان حسنات إن شاء الله. متى بيرد براشد؟ اشتقنا له، باكر إن شاء الله بيكون موجود إن شاء الله. اشتاقت لك العافية.
أنا سيدة سورية مقيمة في الإمارات متزوجة ولدي 3 أولاد، زوجي في السجن بسبب قضايا مالية وأنا بحاجة للمساعدة لتدخل ابنتي إلى المدرسة، أرجو من الله ثم منكم المساعدة. عمال النظافة استخفوا من كثرة الدلع، من كل سيارة تمر صوبهم يحصلون 5 ورسالة. أرجوكم كلموا مسؤولين في شبكة قنوات كذا، قطعوا على جميع المشتركين القنوات بعد انضمامهم مع OSN. وين حقوقنا كمشتركين بجاسم؟ راجع القناة اللي تتكلم عنها يا طويل العمر. أنا مش من حقي يعني كقناة أتكلم عن قناة ثانية، مش من صلاحياتي ولا من حقي، وهذا تضار في الإعلام أني أنا أتكلم على قناة ثانية. بس أنت مدام دافع فلوس وعندك اشتراك وهذا من حقك أنك تراجعهم، يا أما يرجعونك فلوسك يا أما يشوفوا لك حل. يعني وصل أدخل على طول وأنا أشوف في الشبه الثاني من وصل وقبل لا يدخل أنا صرخت وقلت حرام تجمعوا علي سكان البناية. ما رسالة واصلة مقطوعة يا طويل العمر بالصيني أو الياباني أو التايلندي أو ما أدري شو بتسمي بالكوري، سيالة 6556. رسالتك مش واضحة يا طويل العمر. الخليفة الجديدة، خليفة الجديدة، منطقة خليفة الجديدة، أرجو المساعدة. بعت رسالة بوضعي عن أولادي، الله يخليكم، بنتي وأولادي 3 غيرهم كلهم بالبيت وراتب زوجي 6000. أم مهدي نقول ألو. عادل حسين من بلدية بضبي، جزاه الله خير، متحدث الرسمي ان شاء الله جزاه الله خير، مشكور يا اخوي عادل على التواصل. انزين الصراحه ابو خليفه البارحه بالغ في اساءته للقناه، صراحه انت ما عرفت ترد عليه، والله لو براشد ولسانه ما بيسلم منه. ابو هند تحياتي لك يا ابو هند. ابو هند ترى مش الاساءه دائما هي الحل، يعني ترى هي فنون في الرد. يعني انت دائما مش شرط دائما ترد، ما الناس ردت انت ترد الحين ما شاء الله عليك، في ناس هم عارفين ان الكلام اللي قاله منطقي ولا مش منطقي، ردي انا شو كان بيأخر ولا بيقدم، في اشياء مش محتاج رد لان الكلام اللي يقول الشخص هو بروح يرد فيه على نفسه واسلوبه وطريقته وكلامه، فانا مش محتاج اني ارد. نقول الو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أبوي أنا كنت جيتكم القناة وكلمت الأخ اللي جنبك وخذ من عندي صورة جواز ريلي ورقم التليفون على أساس يساعدنا، وقال لي بنتصل وإن شاء الله يعني تريت ما حد اتصل. وعدتش بشي يا أختي؟ لا ما وعدني بشي، قال إن شاء الله بنشوف موضوعك. أختي قالش بنشوف موضوعك، إذا في شيء أكيد بيتواصل وياك بيساعد. يعني هو يزاهن نخذ الأوراق يا طويلة العمر؟ لا أنا يا أبوي أنا ما متصل أشتكي، أنا بس متصل أطلب يعني أسأله إذا سوى، لأني ما عرفت وين أروح على أساس لا أني أسأل. هو إذا في شيء يا طويلة العمر بيتواصل وياك. شو موضوعك بالضبط؟ أنا والله ريلي كان يشتغل مدير بنك واستقال على أساس يداوم مكان ثاني، بعدين يوم استقال طلع لنا عليه سجن شهر بسبب الإيجار السابق، والحين يبغى يشتغل مكان وحصل أوفر لتر حسب يداوم مكان وما عنده ما عندنا ندفع الإيجار القبلاني على أساس إنه يشتغل مدير بنك. هيه كان لأن عليه ديون كبيرة يعني عليه. من وين أختي شو جنسيته؟ مواطن. مواطن؟ هيه. ومدير بنك؟ وعليه ديون؟ إيه. ومسجون الحينه؟ لا مو مسجون. ها. عليه بس عليه سجن بسبب الإيجار، يوم صرنا على أساس ناخذ الورقة قال إذا دفعته بيطيح عليه السجن هذا لأن السجن بسبب الإيجار يعني. وأنا عيالي والله العظيم يعني ما يصيرون مدرسة لين الحين، 2 ياسي في البيت و2 في الحكومة. 2 يصيرون. زوجك أختي عنده جواز بدون جنسية صح؟ إيه جواز مرسوم بس مواطن يعني عنده جوازه وشغال الجواز لين الحين. زين والله ما ادري ايش اقول لك يا اختي. الله يرحم والديك ويجزيكم الجنه يا رب اذا ساعدتونا يعني. والله يرحم والديك ويرحم والدينا ويرحم والدي كل الناس ان شاء الله، بس يا اختي ما في دينا شيء والله. شو المطلوب الحين؟ شو المبلغ اللي مطلوب عليه؟ لا بس لو تاخذ عنها المبلغ نشوف كم مبلغها.
يمكن سبحان الله، الله يسخر له حد، سبحان الله تيسر أموره يا أخي. هذا سبحان الله يقول لك من طمع طبع، عصفور في اليد ولا عشرة فوق الشارع. ريال مدير فنش على أساس يشتغل مكان ثاني. ثمانية واربعين ألف. ما أدري أنا مستغرب ترى حين بما يعقل، حدث العاقل بما يعقل. ترى في ناس كذا، فأنت تساير على حسب ما هم يقولوا لك يعني. زين أنا قلت لك بتنساه على كل حال، مشكور. بتنساه على كل حال، شو الموضوع يا أخي؟ والله يا أخي ناس توجه لك كلام ما تعرف شو السالفة، كان متذكر ولا هذا 66 مطرقة دق على راسي أنا شو بتذكر ولا شو بتذكر. زين جزاك الله خير يا أبو مروان، طول لي بعمرك حبيبي، تسلم. عندي مقترح يخدم شريحة في المجتمع، قدمت وخذت رأي وايدين وافقوني الرأي، بس ما عرفت شو الترتيب. وصلتها وزارة من الوزارات قالوا لي هذا الشيء مو بيدنا، شو الحل؟ أبو عليا مدام وزارة قالت لك، أو وزارة من الوزارات أو وزارات قالت لك ما عندنا حل، ما بتحصل حل عندنا نحن. زين أنا شاب طموح موظف حكومي، أتمنى أتطوع في أي جهة حكومية أو خاصة أو خيرية. للعلم عندي نزعة هجومية في العلاقات العامة والتنظيم. أعطني مكان والله يخلي. شو أكمل يا أخي؟ أعطني مكان. عندي نزعة هجومية، يقول لي عندي نزعة، للعلم عندي نزعة هجومية في العلاقات العامة والتنظيم. يا أخي علاقات عامة كيف نزعة هجومية؟ من يباك يوم بتهاجم الناس؟ علاقات عامة يعني لازم تكون بشوش، لطيف، سلس، عندك أسلوب في الكلام، يوم بتهاجم العالم كيف يا أخي؟ وبعدين سبق أن قريت رسالتك، قلت لك يا أخي في جمعيات خيرية زاهم والله خير ممكن تتطوع عندهم، في جهات تطوعية موجودة، الإمارات للتطوع، تكاتف، وايد جهات الحمد لله رب العالمين موجودة في الدولة ممكن تتطوع عندهم. يا أخي بعدين أنت إذا عندك الروح هذه مش لازم تصير تنتسب لجهة معينة. يا أخي خدمتك لبلدك، خدمتك لدولتك، خدمتك للناس، خدمتك للمجتمع، هذا بحد ذاته تؤجر فيه من الله سبحانه وتعالى، ثم قاعد تأدي خدمة لوطنك. وبعدين رغم ذلك اذا حبيت يا اخي بنوصلك بعايده، انت شوف لك حل بعايده. بعايده انا احد المتطوعين. ناخذ فاصل، ناخذ هذا الفاصل ونرجع نتواصل معكم. قعن من اجمل المواقع البحريه، وعلى جزيره حالمه تمتد داخل مياه الخليج العربي الصافيه، يتربع منتجع وسبا جزيره المرجان براس الخيمه باطلالته البحريه الساحره وخدماته المتميزه التي تجعل منه المعلم الاحدث والوجهه السياحيه الاكثر تفردا لقضاء الاجازات العائليه بدوله الامارات. منتجع وسبا جزيرة المرجان رأس الخيمة، هاتف 07-203-6666. هل تبحث عن جامعة تقدم أرقى مستويات التعليم برسوم مناسبة؟ الكلية الإماراتية الكندية الجامعية بأم القوين تقدم برامج متنوعة معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتتميز بجودة أكاديمية، كما توفر الكلية أوقات دراسية مرنة تناسب الجميع. سارعوا بالتسجيل الآن في الكلية الإماراتية الكندية الجامعية بأم القوين، فكل طالب جديد سيحصل على جهاز آيباد ميني كهدية. للمعلومات 06-766-5597 أو ec.ac.ae. لماذا ترضى بالتنزيلات الأخرى في حين يمكنك الآن الحصول على 4 تنزيلات في واحد؟ هذا صحيح، نقدم لك تنزيلات سنتر بوينت، احصل على خصم لغاية 60% على ماركاتك الأربعة المفضلة، محل الأطفال، سبلاش، شو مارت، ولايف ستايل. سنتر بوينت، 4 ماركات رائعة وجهة واحدة. محمد قم قم يا ريال، مو بوقت الرقاد، قم ودني 2XL. يالله يا ام احمد بطرشيني اخر الدنيا وانا في جميره. خبرك عتيد، 2XL فاتحين اكبر فروعهم في شارع الوصل، يعني 5 دقائق من بيتنا. قم بمناسبه افتتاح فرع جميره، مفروشات 2XL تقدم تشكيلات رائعه من الاثاث وباسعار اكثر روعه. مع 2XL ما بتمل. للمعلومات 800 2XL.
على مدار الساعة يسعد قسم العناية بالمتعاملين في مواصلات الإمارات بتلقي ملاحظاتكم واقتراحاتكم عبر الموقع الإلكتروني et.gov.ae أو من خلال مركز الاتصال 800-606. آراءكم تهمنا. شو رأيك نعزمكم على كفتة بالصينية؟ بتاكلوا أصابعكم وراها؟ لا يا عم، نعرف محل بيعمل فراخ محمرة جامدة جدا. أنزين، شو رأيكم بمكان واحد فيه كل اللي تبونه وتحبونه؟ ماكدونالدز يقدم لكم ماكاريبيا بنكهاتها الجديدة، ماكاريبيا كفتة وماكاريبيا بالدجاج المقرمش الحار باعتدال. جربوها اليوم عند ماكدونالدز قبل انتهاء الكمية. حابب تسمع أغنية؟ 107.8 راديو الرابعة، أجمل المنوعات الغنائية، أجمل المنوعات الغنائية، راديو الرابعة. نجدد لكم تحية أعزائي المستمعين المشاهدين متابعي الرابع والناس من إذاعة وتلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجمان على الموجة 107.8. ونرحب بمكالماتكم، ولا في وقت ونرحب بمكالماتكم على 6-00-55-1-6-1-0. وسألكم نصيل قصير للسمس. لا أنت عطني المكالمة، لما أنت تضبط المكالمة بخلص. هو شو؟ ما لا ما الكلمة هاي تعرف شو معناته أنت؟ ما يجوز يا أخي، هيب لا ما يستوي، هيب دقي ما يستوي. عطنا مكالمة الله يخليك. نقول ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أبو يوسف؟ الحمد لله يا أخوي. أبو يوسف معك أبو حسن من سوريا. فضل يا أبو حسن. الله يخليك. أنا أبو يوسف أنا مو طالب لا مساعدة مالية ولا شيء، بس أنا زلمة سائق شاحنة. نعم. وعم نقدم بدي اجيب عيالي، يعني عم برفضوا، عم بطلبوا راتب عالي، يعني اجار بيت. انا راتبي يعني يعني بشتغل بشركه كبيره والحمد لله راتبي مليح، يعني اقدر افتح بيت يعني، وعندي والله 7 عيال يعني، وبدي اجيبهم لهون. يعني شايف الوضع انت بسوريا، ويعني مو قادرين نجيبهم، يعني كل الناس عم بتقدم. والله يا ابو حسن شوف بقول لك، هذه قوانين يا طويل العمر وضعتها اداره الجنسيه والاقامه جزاهم الله خير، وهم أدرى مني ومنك، أنا ما أقدر أتدخل في مواضيع مثل هاي، ولكن جزاهم الله خير دائما يبدون روح القانون عندهم، ودائما الرحمة موجودة عندهم، ودائما يراعون يعني. دائما يراعون الظروف هذه، فقدم رسالة استرحام يا أخي، والله وإن شاء يعني الله بينظرون فيها. يعني والمشكلة يعني عيالي كلهم بنات صبايا، أقسم بالله يعني. الله يعينك يا طويل العمر. طبعا إني أجيبهم لهون وما. الله يعينك، الله يستر على عرضك يا طويل العمر، والله إن شاء الله يفرج عليكم في القريب العاجل، والله أدري. والله أدري. يعني الإنسان نحن فينا الواحد ما يتحمل شوكة شك حد من أبنائه. فما بالك واحد عنده بنات وصبايا وفي اعمار الزواج وكذا وفي وضع مثل هذا، الواحد يخاف عليهم. والله صار لي سنه ونص ماني قادر يعني انزل، الوضع مكركب هناك تعرف. ما انا ليش اقول لك يا طويل العمر، اقول اقدم رساله استرحام ان شاء الله الجماعه. يعني الحمد لله رب العالمين، عندنا قاده، عندنا شيوخ، عندنا مسؤولين، الحمد لله رب العالمين عندهم تعليمات، صدقني والله يساعدون جزاهم الله خير. فانت يعني توكل يعني على الله، قدم يا اخي، قول لهم انا هذه ظروفي، وهذا ممكن ممكن اشيل بيت كذا كذا، راتبي هالكثر. يعني يعني بشتغل يعني سياره ملكي الحمد لله، الحمد يعني لله بشتغل شركه امريكانا يعني، والحمد لله بقدر افتح بيت. ترى اقول لك انا انت يعني قدم يا اخي، الكلام هذا الحين ما منه فايده. الله يخليك. اسمعني يا ابو حسن، اسمعني يا ابو حسن، شوف وين ما اسمعك. وين بدي اقدم يعني؟ ترى اقول لك وين صادره اقامتك، روح يا اخي اتصل عند المسؤولين في اداره الهجره والجنسية والإقامة أو الإقامة وشؤون الأجانب، وما بيقصرون إياك. وصل للمسؤول، إذا هو ما عنده حل على الأقل بيوجهك، بيقولك يا أخي اتجه لمكتب سمو وزير الداخلية، صدقني بيراعون طلبك. الله يطول عمرك. توكل على الله يا أبو حسن، بس اتحرك. الله يخليك. الله يطول عمرك. الله حياك الله يا أبو حسن. أهلين عمي. حياك يا طويل العمر. الله يفرج عليكم إن شاء الله دنيا وآخرة إن شاء الله. نسمع الفرج في الغريب العاجل، الله يستر على بناتك إن شاء الله. قول ألو. أي فرج؟ عيد الفرج. ألو. عيد الفرج أقول لك ولا ألو؟ ألو. ألو. مرحبا. عيد الفرج تطري ولا؟ عيد الفرج. سبحان الله، صدق براشد تعرف شو تحرر، أنا تحرر صدى صوتي والله. الحين أنا عرفت ليش الناس تقول والله براشد براشد. ال. تقول أول إجازة عقب تخلف رأيك. خل عنك السوالف.
خل عنك السوالف. خل عنك السوالف والله، لان ريال قال لي انك انت قايل مو بواحد اثنين قايلين لك اثنين استغفر هذه لما يدانون يدريبهم انا لا يعني عايزين تمسح وانت غلط والله ما ادري يا صار عندهم لبش يا انت قلت وما تدري. اول شيء الحمد لله على السلامه الله يسلمك، بعدين انا عندي موعد باكر اقول لك. انت حمد تصرف فيني على الهوا تحرجني يعني؟ لا ما اعرف والله ما عندي موعد، تذكرت عقب ما بنت انت تذكرت انزين لحظة خل هذا الموضوع انت لحظة. انا الفاصل بيني وبينك المستمعين اذا جتني 10 رسائل اذا جتني 10 رسائل يبونك باكر تداوم خلينا نرمس في اللي فيه الفايده قول لي عمي ولا هذا الباقي بعدين قول لي يا طويل. اول شيء طبعا نتقدم بالشكر الجزيل للشيخة عليا ام الشيخ سعيد بن مكتوم الله يطول الله يطول عمره ويحفظه يعني امين يا رب. ما صراحه يعني الواحد لو بيتكلم يعني ما يوفيهم حق حقه جزاه الله خير، يمكن تزعل علي لكن انا بقول الكلام هذا معليش حتى ما تبغي حد يطري جزاه الله خير. دائما انسان صاحب الخير ويديها بيضاء يعني والله يغفر له ويرحمه الشيخ مكتوم يعني طبعا بعد بشعيد الله يغفر له ويرحمه في هذا المجال يعني قوي الان يعني تكمل مشوار الشيخ مكتوم الله يغفر له ويرحمه بما يتعلق بمساعده الناس ومساعده الناس المحتاجين، فيديها بيضاء الله يكثر خيره يا ربي ويكفي عنه ويكفيها الشر ان شاء الله ويخلي لها عيالها ان شاء الله يا رب العالمين يكون دفع بلا. والله يرحم الشيخ مكتوم ان شاء الله ويغفر له يا رب العالمين يحسن لي. بالنسبه للاخت هذه اللي اتصلت قبل شوي يعني اتصال الان مكتب الشيخه بالنسبه للتدعي اللي عندها اظني ولاده قالت نعم اللي عندها الولاده بالاضافه الى بعد رسوم الولاده وبالاضافه الى مبلغ اخر بعد بدون ذكر المبلغ. جزاه الله خير بعد هذا بيكون ان شاء الله كم ان شاء الله جزاه الله خير في ميزان حسن. حبيت ابدي هذا وبعدين لا تملص الموضوع الله يخليك. اقول لك انا قلت لك الفاصل بيني وبينك اذا خمس اليوم كنت بداوم لان اليوم تعرف ان احنا عيالي اول مره يصيروا المدرسه عندي صغيرون هذه اسمع الله يعني. اول مره ولا اول يوم؟ لا اول يوم يعني اليوم اول يوم واو ما صارت ساير المدرسه اول مره يعني ما شاء الله ما شاء الله. بعد تعرف شويه كذا الامور هذه لازم تصير وياهم لصياح وما صياح لا الحمد لله لا اللهم لك الحمد لله صاحت يوم ردينا من المدرسه ابوها براشد اخوي عبد الله بن الصيف ابوها ما شاء الله عليها صاحت الحمد لله يوم ردت صاحت تبغي تجلس في المدرسه الحمد لله الحمد لله رب العالمين. يعني بريال قلت لي قال لي باكر الساعه 11 بمر عليك قلت لي الساعه 11 بمر عليك البيت قلت لي 11 خالي انا في البيت في الدوام قال لي لا والله سامع ابو يعقوب امس جاي المراشد يداوم يوم الاحد قلت لي اعطاني اجازه قال لي اعطيك اجازه قلت لي جزاه الله خير والله العظيم وتميت على هالمنوال فاجئت يوم سويت لي تليفون اليوم الصبح واحد غيري بعد قال لي والله واحد غيري بعد قال لي سمعت يقول انك عندك اجازه قلت له بعد عندي اجازه زين هذا واحد طرش لي رقم 340 يقول لا باكر دوام خلي عنا السوالف ما مشكله ما عندي مشكله دوام عادي يطول اشكر فنك انا الصراحه قد هو قدود يا ابو راشد لا بس عندي موعد عندك موعد بس بالدوام تراك انت الحين تصدق انا عندي موعد والله انا بعد عندي انا عندي مواعيد انا عندي موعد الله يسلمك عند كاتب العدل في الطوار أخوي كاتب العدل يوصل للبيت لا ما كاتب العدل تقدر تخلص ويا المساء لا هذا ما يوصل ما شيء المساء خالي كله الصبح انزين المهم نريد براشد نريد براشد هاي رسالة جايتني يبونك الجماعة يا أخوي تعال الله يخليك وأنا الله يرحم والديك كان يعيبني أنا تعرف يعيبني أن أنا أجلس في السيارة وأسمع لا والله الموضوع غير صدق زين خلاص خلنا نتبادل الأدوار أنت تعال الحين باكر تبغي خلي أسمع باكر بعد آخر يوم لا تعال يا اخي لا تلومنا يا اخي تعال الله يخليك ولا تعال انت نص باكر وانا نص الحين انت بتيبني اضرب خط ساعه ساعه ساير ساعه جاي عشان اقدم نص ساعه اي اقدم كامل خلي الله يا ريال طيب اذا بقدم ما عندي مشكله بس اسبوعين ليات انت تقدم الخميس والخميس ما بقدم انا فالك الخميس والخميس الخميس والخميس فالك طيب جزاك الله خير الا عاد اذا حصل شيء خارج عن الاراده والله خارج عن الاداره ولا غيره ما يخصني انا خلاص اذا خارج عن الاراده اذا خارج عن الاراده انا عندي وايد اشياء باسبوع الجاي خارجه عن الاراده جاي عندي وايد اشياء خارجه عن الاراده اقول لك اسبوع الجاي ان شاء الله الامور بتسهل ان شاء الله امين يا رب العالمين جزاك الله خير الامور ان شاء الله جزاك الله خير قرب داخل خلي صدق والله والله قرب دقيقه هو سامعني انت نعم. هذا الريال يقول لي والله قايل عندي جهاز والله هذا الريال ثاني هذا الريال والله سامعني انك تبغي يرمش
اكو والله سامع لك الريال هذا صدق الله يسامح قول له شوف كيف قاعد قال الله يسامح يعني هذا سنين حضرت لك سنين ايه شو تبغى بعد خلاص هذا يقول الحمر يقول لك نبى براشد تعرف الحمر ولا ما تعرف براشد منو من بعد وايدين ما ادري عاد مطرش لي الحمر وايدين الحمر الله يطول عمرك يا سيدي طولنا عليك بو راشد لا خلوك يا على الهواء على الخط معاك الاخت وهيبه بشرها الله يخليك انت بروحك معاي اخت وهيبه نعم معك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله كيف حالك ان شاء الله وياك عبد الله راشد بن خصيف من الرابع والناس بنت اهلا وسهلا الله يخليك الله يسلمك سلم عليك شيخ عليا ام الشيخ سيد المكتوم وتقول لك شارك طيب الأمور هذه تبع المستشفى كلها بيشدون عنك والبعاد فيه بعد عنده يعني أمور أخلاق متشدين كمساعدة فارس طيب إن شاء الله بشري بالخير الله يخليك تسلم يا رب وشكراً الله كثير الله يسلمك بيتواصل ياك علي إن شاء الله عشان الموضوع أيوة. يعني في اليوم بيتواصل ياك يعني اليوم بيخلص موضوعك إن شاء الله الله يخليك والله يجزيكم كل ألف خير يا رب أدعي لها هي وأدعي للشيخ مكتوم بالمغفرة والرحمة الله يرحمه الله يغفر أو يغفر له ويرحمه يا رب والله يجزيكم كل الخير ويطول بعمرهم إن شاء الله يا رب يا رب أنت وهي بشيبتي بنت ولا ولد أنا بنت شو سميتي يا ما شاء الله جبت ولد سميته ليث بإذن الله سميتي ليث زين تربى في عزكم إن شاء الله الله يخليك حياتي الله يخليك الله يخليك حياتي الله يخليك ابو راشد خالي شو باكر باكر الخميس صدق صدق ما كنت ادري بحر باكر المهم خالي بتفاهم وياك ان شاء الله الليله بتفاهم وياك انت انزين ما عليه الليله بتفاهم وياك ما يعرفك ما يعرفك ترى الله يطول عمرك الله المستعان حياك الله يا طويل العمر حياك الشيخ حياك واشين ازعجناكم شويه لا لا عفوا عليك يا طويل العمر برنامجك يا طويل العمر لا الله يعزك الله يعزك الله يعزك مشكور حياك يا طويل العمر عيبتني هالقصيده اقراها اختم فيها ممكن تسمح لي يقول اليمامه قصيده اليمامه بمناسبه فوز ابننا حمدان ببطوله العالم للقدره واعتزال اليمامه طبعا الشعر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يقول احتواك الفوز اللي قبل احتواني بين ذرعان الشرف والمرجلة يحضنك مثل المحب المرحباني شاف له غالي وقام يدلله عادتك مثلي إذا حان الرهاني كل من راهن عليك اتجمله وعادتك مثلي إذا حمر السناني كنت أنت الحل له والمشكلة وعادتك مثلي إذا ما الوقت شاني تكتم أنفاس الخطوب المجبلة وعادتك مثلي إذا شح الزماني تروي أيام الزمان الممحلة وعادتك مثلي إذا غاب الأماني صرت حصن الخايفة والأرملة وعادتك مثلي إذا ما جاك عاني تفزعه حتى يظنك منهلة وعادتك مثلي في هوى بنت الحصاني في شرايينك هواه منزلة ما لها من وصفها في الخيل ثاني اليمامة الكاملة المكملة أي أرض تحلها شد العناني خوف من ترخيه تضرب زلزلة ما تسوي لخيلهم كاني وماني ما تسوي لخيلهم كاني وماني ووجهها في كل وقت تجملة من ينافسها بيخسر الاتزاني وبسببها يكون في أكبر معضلة أقبلت يا كنها البرق اليماني والخيول إلها تقول مذللة في سباق القدرة في أوروبا بعياني العام فازت به ولقبها تحمله والسنة هذه بحزة الامتحاني حطمت الأرقام اللي متسجلة يوم على العالم خذت الأول وباني فعلها وما حد يقدر يجهله هي أميرة على المرابط بالضماني وانا اضمنها على ما تفعله كان فارسها الذي يعرف المعاني فارس حروف القصيد المذهلة عاش حمدان وله نزف التهاني ودام على الاول يفوز باوله كلمات الشاعر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
وكذلك نحن هنيناه ونهنيه ودائما نهني اعمارنا كذلك بفوز طبعا سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونقول له تستاهل الناموس ودائما للامام ودائما للمركز الاول يا الامارات ويا دبي والامارات الباجيه كلهم. وفي الختام تقبلوا تحياتنا من التنفيذ التلفزيوني، كانت معنا هاجر، من الاخبار معنا زهير، ومن الاخراج الاذاعي كان معنا علي عبد العزيز، وخربط علينا المزاج طبعا عبد الله راشد بن خصيف وخلاني اداوم باكر ودبسني واحرجني طبعا على الهواء. فتحملوني بعد يوم واحد لما يرجع لكم ان شاء الله بالسلامه لمده اسبوعين، كل خميس هو بيداوم ان شاء الله. عبد الله راشد بن خصيف طبعا في الاعداد والتقديم، كان معكم خلف الميكروفون اخوكم يعقوب يوسف العوضي، ومثل ما نقول دائما اللهم احفظ هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ رئيس الدوله ونائبه وحكام الامارات واولياء عهودهم وشعب الامارات والمقيمين على ارض الامارات من كل سوء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنا الرابعه اخبار العالم من